مشاهدونا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن، وطن الأمان، وطن التقدم، وطن الازدهار، وطن عامر بسواعد بنيه. التحية لك وطني، وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. تشاهدون في هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن، وحدة تنفيذ السدود تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبحوث العلمية. جريحة السرحة شهد تغييراً كبيراً فيها، وذلك بفضل مشروع سد اللجدة. وحدة تنفيذ السدود تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبحوث العلمية الخاصة بالسدود. انعقدت بوحدة تنفيذ السدود ورشة البحوث العلمية ومساهمتها في تطوير الأداء، والتي خطبها سيد إبراهيم ياسين شقلاوي مدير الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والمعلومات بالوحدة. هذه المبادرة نحييها تماماً ونقف لدعمها إن شاء الله، ونستمر إن شاء الله في مثل هذه المبادرات، ولعل يعني جميع المؤسسات التي تعمل بمهنية وتعمل بعلمية وتعمل بأسس ممنهجة تحرص على هذه الورش. وأكدت الورشة من خلال النقاش على أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبحوث العلمية الخاصة بمشروعات البنى التحتية التي نفذتها الوحدة، ذلك حتى تكون دعماً للقرار وإدارة المعرفة المتراكمة للوحدة. وظل مركز المعلومات بوحدة تنفيذ السدود يقدم العديد من المعلومات للباحثين في مستوى الدراسات العليا والمتخصصة، مما يؤكد دوره في دعم البحث العلمي. وناقشت الورشة الورقة المقدمة من الباحثة مشاعر عبيد، وذلك حول دور مشاريع حصاد المياه في تحقيق التنمية الريفية. هذا البحث سرد أنواع مشاريع إدارة المياه القديمة والحديثة وطرق استخدام حصاد المياه في تعزيز الأمن المائي، وناخذ السدود كنموذج لنوع من أنواع الحصاد الماء الحديث الذي يتمثل في سد مروي، دراسة حالة لنوضح دوره في التنمية الريفية المتكاملة. حصاد المياه وزير عطش، أماني تتجدد في كل يوم وأحلام تتحقق. مشروع سد اللجداب بجريح السرحة غير كثيراً في شكل الحياة بالمنطقة، هذا ما نشاهده في المساحات التالية من نبض الكاميرا. فضاء من الرمال المختلطة بالعشب الأخضر، حيث تعلن موسم الخريف والذي تكثر فيه حركة الناس والحيوان، وفي غيره تعود الأرض هنا وتنكمش وتقل فيها الحركة. هذا الفضاء من الأرض يعرف بمشروع جريح السرحة، وكان قيامه لغرض إعادة توطين الرحل. والناس بدوا من العرب رحل، فرقان، خيام، ما في حاجة، والآن الحمد لله المشروع حالة مستقرة، حالة التعليم، الخدمات، المدارس، المراكز الصحية، مدارس الرحل، كم يعني مؤسسة هنا الآن قامت بالاستقرار وبفرب العالمين. مضت سنوات عديدة على بدء حياة الاستقرار في مشروع جريح السرحة، ولم يكن طريق الاستقرار ممهدا بسبب المشكلة المزمنة والتي تتمثل في العطش. وجدنا معاناة شديدة جدا في جلب المياه، لأنه المنطقة دي كلها كانت يشربوا من بمبير واحدة. وهن دي لما بدوا في ذاك الزمان وكده كم بير اتحفرت وكانت ما في موية، وعطش تقيل شديد جدا جدا،
اها الحمد لله، يعني هسه الحمد لله تمهلت الوطن. اها بقول من عطش الدونكي حتى الزوامل رقة. ابو قلب ضعيف كان شافه ما بيتيقى. ستات الهيجل بالعطر بيسقن حارسات تكوينه فوق نوم البعر ما بقى. هم في الارض رب العزه قال علينا رعوف، من عطش الدونكي متعكر نجيب ما بشوفه. بالتمسيدح المختوله بين جالو فيها الليل تشرب بيصع يتهلو. كان للعزيمة والإرادة القوية التي آثرت البقاء هنا أن تجتهد كثيراً في تذليل مشكلة العطش. نحن زي جلسنا في الوبيض بوجود أخونا الأمير أحمد رحمة الله العيسى وعدد من الأعيان مع مجموعة من المهندسين آنذاك قبل قيام الوحدة. قرروا المهندسين ديلوا على رأسهم أخونا سعيد المهدي الآن هو المدير والباش مهندس ماكن وشمس المعارف ماسك إصحاح البيئة زي 6-17 مهندسين في الولاية، وجلسوا معانا باعتبار انه مشكلتنا ما بتتحل الا عبر سد. حيث اسهم مشروع السد في إحداث تغيير كبير بالمنطقة. حقيقة طبعاً وجود السد له 3 سنوات الآن أضاف عدد من الناس، أضاف الناس القبيل برضو في يعني ترحال جزئي استقروا قاعدوا معانا، عدد الناس زادوا. الناس طبعاً مجرد ما يحصل الاستقرار وتحصل الإضافة والناس بيفكروا في الحاجات التنمية. التنمية شنو؟ التعليم. التعليم كان زمان مدرسة واحدة هي بالدبالة اللي بغناها وبشعرها، الآن فصلت منها مدرسة البنات، الآن بقت في زي 14-15 مدرسة حول المنطقة جرح سرح، مدارس رحل. في الصباح في الصباح في الصباح في الصباح نحن نمشي للدروس، نحن نمشي للدروس في سرور وانشراح في سرور وانشراح. هذه المدرسة تعتبر أول مدرسة في المنطقة غرب مبادر. في البريزنت سيمبل اي وي يو ذي بنستخدم ايش ولا ما بنستخدمها؟ كل عام عندما يأتي موسم الأمطار يفيض وادي اللقداب بالمياه، حتى إنها أحيانا تمثل مشكلة في الحركة العامة بالمنطقة وخاصة تلاميذ المدارس، ولكنه في نفس الوقت يمثل مصدر خير كثير لحياة الناس هنا. هذا السد جلب لنا كل الخير، والخير الأول والأخير هو الماء. سبحانه وتعالى قال في محكمة تنزيل وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء هو الذي أنعش هذه المنطقة وجعل كل الناس الرحل يستغرون حول هذه المنطقة بعد أن كانت بويتات وقرى صغيرة وفرقان متباعدة. المضخات جابت مية كويسة باعتبار درة عمل التغذية، الدونكي ذات والقديم والقلن حفره أخونا عبد الله حسن أحمد ده وكان قاعد معنا 6 شهور في المنطقة، جاب مية كويسة، الآبار السطحية جابت مية كويسة، خلت الحالة يعني نسبيا لما يجينا الخريف بنقول خلاص المسألة تلاحقت معنا. المياه والسدود هي كثيراً ما تمثل عناوين لصناعة حياة جديدة في المناطق التي تنشأ فيها، وسد اللقداب هنا يمثل نقطة تحول كبيرة لشكل الحياة بمنطقة مشروع جريح السرحة. انا ليك عنقالي الوادي الحفير ببقى ليك الدرير فريق حارنا والله شق شريك الدلال شق الحفير القامت منك ويزا
الرملة عطشان قلبي ودمي مرتك ما بتخلى يا شفيت الصيد حليلة جف الرهيل عطشان غشانة وجام السخ قبايل العين مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل. إلى اللقاء.